احنا معانا على التليفون كابتن وائل عبد العاطي المدير الفني لمنتخب مصر للكراسي المتحركه لكره اليد. كابتن وائل صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير واهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. في البدايه عايزين نتعرف من حضرتك على القوانين اللي استجدت. احنا سمعنا ان في بطولات في قوانين جديده هتفعل ان شاء الله مع انطلاق هذه البطوله. فايه يعني كلام حضرتك في هذا الاطار؟ لا هي مش قوانين جديده، هم واخدين قانون كره اليد الشاطئيه مطبقينه في الكراسي، هي بطوله العالم في الكراسي. دي بحكم ان هي اول بطوله عالم تقام. قبل كده اتعملت بطوله اوروبا 2018 و2019 بس كانت 6 لاعبين جوه الملعب. لكن دي اول نسخه من بطوله العالم على الاطلاق في الرياضه دي. بالظبط تمام. اول بطوله العالم وعاملينها زي حاجه استثنائيه، 4 لاعبين حارس مرمى وثلاث لاعبين من ضمنهم سيده. وبيطبق نفس قانون كره اليد الشاطئيه، فيها ثلاث حاجات ممكن الهدف يتسجل بهدفين. في حاله ضربه الجزاء بتسجل بتحسب باثنين. في حاله انه اللعيب عمل سبين كامل او لفه كامله في الكرسي بتاعه 360 درجه وحط الكرة في المرمى بتحسب بهدفين. تمام. اي لعبه جماليه اتعملت من ورا الظهر، من ورا الدماغ، باي شكل من الاشكال، شكل جمالي تحسب باثنين. في حالة إن أنت حارس المرمى بيهاجم مع الفرقة، يعني بيهاجموا 4 وحارس المرمى مثلا بتاعنا صد الكورة وحطها من الجون للجون تحسب من داخل منطقة 6 متر. فهي بعض القوانين الاستثنائية هي مش صعبة، لكن هي عشان الناس مش واخدة بالها. هي بالظبط عشان الرياضة يمكن مش كل الناس عارفة تفاصيلها وفكرة طبعا. وجود يعني ضرورة وجود سيدة في الملعب، يعني شوية تفاصيل اللي بيمارس هذه الرياضة أو أضعف الإيمان اللي متابعها فهو بطبيعة الحال عارف كتير من تفاصيلها. احنا عايزين نتعرف من حضرتك على قوام الفريق بتاعنا وعلى كواليتي اللعيبة بتاعتنا. والله احنا عندنا كان الأساس في الاختيار كان مدى تحكمه والكنترول في الكرسي اللي هو قاعد عليه. أيوه. بحيث ان هو الصحيح لما بيشتغل برجليه الفوت ورك اللي بيعمله هو اللي بيعمله اللعيب اللي قاعد على الكرسي بالكرسي نفسه. هي دي المهاره بتاعته. زائد بقى ان انت بتعرفه القوانين، زائد انت بتعلمه التصويب. فيعني من باب المشاركه احنا لازم نشاركه، وفي نفس الوقت نتمنى من ربنا ان شاء الله ان احنا نعمل حاجه كويسه. ان شاء الله. طيب برضو يعني فكرة ان لو في بيت من البيوت المصرية عندهم ابن من ابنائهم او بنت من بناتهم عندهم الاعاقة دي تمام وقاعد على كرسي بعجل وحابب يمارس هذه الرياضة، يكلم مين؟ يروح لمين؟ اعتقد ان في كذا جمعية وكذا نادي مختص بذو الهمم بيلعبوا كل الالعاب، من اول حاجات اللي هي العاب الكور لغاية الريشة الطايرة لغاية كرة الطايرة. في العاب كتيره جدا على حسب التصنيف بتاع الاعاقه بتاع اللاعب. التصنيف ده بيبقى من 1 لـ 4. تمام. كل واحد على حسب اصابته، فهو الناس كتيره جدا بادئه في الجمعيات ديت، وعن طريقها بنبتدي ان احنا ناخد اللاعبين او اختيار اللاعبين للمنتخبات القوميه في كل الالعاب من خلال الجمعيات ديت. هل يا فندم المصريين بصفه خاصه، يعني عايزين نقف شويه عند لاعبتنا ولاعباتنا المصريين من ذوي الهمم او اصحاب الاعاقات البدنيه او الجسديه المختلفه، ايه اللي بيميزهم ويخليهم يعني ليهم خصوصيه بالمقارنه بنظرائهم من دول اخرى؟ ليه بسال حضرتك السؤال ده؟ لان ما فيش مره كان في مشاركه للاعب مصري من ذوي الهمم في اي رياضه من الرياضات غير لما بيكون يعني رجع لنا من البطوله اللي هو بيشارك فيها بميداليه ومشرفنا وعامل شغل رائع، وقليل ما كان حديث كل اللي كانوا متواجدين في فعاليات البطوله اللي كان بيشارك فيها. ايه سر خصوصيه لعيبه مصر في هذا الاطار؟ السر في المصريين، مش اللعيب ذو الهمم او اللعيب الصحيح، بقى الشخصيه المصريه. انت لو انت تساويت مع اي فرقه ثانيه بنفس المستوى، ادائك زيه، الليفل بتاعك زيه، الروح المصريه هي اللي بتفرق في كل الالعاب. اصل الموضوع لافت للنظر جدا يا كابتن وائل، يعني حقيقه ما فيش دوره بارالمبيه مصر شاركت فيها غير لما بنرجع الحقيقه يعني كل راسه مرفوعه من انجازاتهم اللي بيحققوها. من فضل الله طبعا علينا، بقول لحضرتك ان سواء في الاصحاء او في ذو الهمم ان الشخصيه المصريه بتفرض نفسها، اللي بيشتغل بامانه في حتته اكيد ربنا بيديه، فما شاء الله انت ونعم بالله اللي بيشتغلوا بما يرضي الله فبتلاقي ان شاء الله ربنا بيديهم على طول، ولكل مجتهد النصيب. صحيح، وهم بيجتهدوا كتير الحقيقه، وفي اغلب الاحيان بيتحدوا ظروف
غيرهم من الاسواق صعب يعني يستحمل حتى ربعها. أيوة. فكره الاعاقه في حد ذاتها ناهيك عن التفوق رياضيا وانت في الوضع ده. دي حاجه مش كل الناس عندها الصلابه دي والثقه بالنفس والثبات الانفعالي والاتزان. احكي لحضرتك حاجه صغيره. اتفضل يا فندم. التمرين اللعيبه اصروا انا بعلمهم على تصويبه معينه فصعب ادائها بنوع نوع من يعني كل ما بيأدي مثلا اربع خمس تصويبات ممكن يجيب اثنين وثلاثه بره. فيعني قفشت عليهم شويه فقالوا لي كابتن اقعد على الكرسي وقعدوني غصبا عني على الكرسي واتحرك وشوف بنفسك يا كابتن. شفت فعلا الكوره رحت قايم قلت لهم شابو ليك مش اكتر من كده شابو ليك على ان انت تقدر تعمل كنترول على الكرسي وتشوط وتعمل دريبلينج وتباصي وتعمل سكرين كل الكلام ده في وقت واحد حقيقي لا يعني الموضوع في منتهى الصعوبه واللي شايفها سهله يتفضل يجرب. اه بالظبط بالظبط يعني عندك حق عندك حق مليون في المية. حاجه قعدوني على الكرسي اعمل كذا لا الموضوع صعب 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 عشان كده فعلا شابوه ليهم وان طبعا. شاء الله ربنا يديهم الخير باذن الله. امال احنا بنقول عليهم ابطال من فراغ يا كابتن وائل هم الحقيقه جديرين بهذا اللقب. لا. حقيقي فعلا أبطال. تحياتنا لحضرتك والمجهودات حضرتك وبنهنيك مره تانية وان شاء الله المزيد من النجاحات والانجازات الفتره اللي جايه باذن الله كابتن وائل. شكرا لوجودك دعواتك ان شاء الله ودعوات المشاهدين الافاضل وان شاء الله خير يا رب ان شاء الله باذن الرحمن باذن الله. شكرا جزيلا. الحقيقه حاجه يعني ساعات الواحد يعني سامحوني في المصطلح اللي هستخدمه ده الواحد المفروض يختشي لما يعني يكون ايه محبط او يشعر بشيء من الياس نتيجه انه متحوط بشيء من اوجه الاحباط. شوفوا الناس دي عامله ايه، شوفوا الناس دي بتتحدى ايه. تاني وتالت ورابع الواحد مننا استحاله يعرف يستحمل او حتى يتصالح مع الفكره نفسها بتاعه الاعاقه. احنا بنتكلم على ناس مش مجرد اتصالحوا معاها، دول حولوها لقوه دفع. وقوة دفع إيه؟ مش سهلة، قوة دفع خلتهم أبطال عالم في كتير جدا من الرياضات المختلفة، فليهم مننا كل التحية والتقدير والاحترام الحقيقة.